هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، يجب أن يكون هناك ردع قوي أممي دولي من حلفاء الشعب السوري وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية. وكذلك نحن الشكر موصول إلى موقف حلفائنا الآخرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أقول للشعب السوري ولأهلنا في داخل سوريا بجميع مشاربهم إن أي عقاب لن يطال إلا هذا المجرم، لن يطال إلا آلة القتل التي تدمرنا، والسلاح الذي لم يستعمله إلا ضد هذا الشعب. الآن نحن ندين السلاح الكيميائي بكل أنواعه، ولا نقبل أن يكون سواء كان على شعبنا أو على غيره من شعوب العالم. نحن ندين استعمال الأسلحة الكيميائية بكل الطرق.